إذا كنت تمتلك أوراقا نقدية من فئة 200 دينار الكبيرة الحجم، فإن الأكيد أنك لن تستطيع أن تبتاع بها أي شيء. السبب معروف لدى أغلب الجزائريين، إنها لم تعد صالحة للتداول منذ الفاتح جانفي 2015، لكن طريقة امتصاصها من السوق تسببت في الكثير من المشاكل بين عموم التجار وعموم الزبائن، أمر تسبب في حالة من الفوضى والبلبلة وسط الجزائريين لعدم فهم قرار بنك الجزائر.